دي تاني مرة مصر بتنظم فيها البطولة العالمية دي. أول مرة كانت سنة 99، النهاردة في نسختها 27 كابتن محمد في 2021. تقول إيه مبدئيا عن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي؟ هو طبعا لو جينا نتكلم عن تنظيم مصر لبطولة العالم، طبعا ده حدث كبير جدا جدا، طبعا في ظل الظروف اللي احنا بنعيش بيها فيها العالم كله، والتحدي زي ما حضرتك ذكرت في الاول، التحدي اللي احنا مصرين على اقامه بطوله العالم 2021، مع ان في بطولات كتير اتاجلت وبطولات كتير اتلغت، بس ده بيحط على عاتقنا كلنا بدايه من رئيس الدوله لغايه اصغر واحد في المنظومه، ان ازاي بنشتغل عليها، لان نوجه رساله للعالم كله بنجاح البطوله دي في ظل الظروف اللي بنعيشها، بكل الاجراءات الاحترازيه اللي حاصله على مستوى عالي جدا جدا جدا، وفي ليها كل الناس شغاله عليها بقوه، في متابعه جيده جدا جدا من كل الجهات المسؤوله على الكلام ده، واتمنى ان شاء الله نظهر بصوره كويسه جدا جدا ونقدم رساله للعالم كله ان احنا بننظم البطوله دي وقادرين ان احنا ننظم البطوله دي. لان على فكره برضو عايز اوصل معلومه، يمكن دي اول بطوله في تاريخ بطولات العالم يبقى فيها يشارك فيها 32 فريق. دي اول بطوله. ثانيا الجزئيه الثانيه، يعني احنا لو بصينا لنسخه 2019، النسخه اللي فاتت كان بنظمها دولتين، المانيا والدنمارك. حتى البطولتين العالم اللي جايين هينظموها، اللي جايه السويد وبولندا 23، 25 هينظموها ثلاث دول، هينظمها دنمارك والنرويج وكرواتيا. فده دليل ان مصر قادره ان تقدر تتحمل مسؤوليه كاس العالم، مع انهم من 2019 بداوا يقسموها على دولتين او ثلاثه، فدي برضو حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لمصر. مصر لوحدها بمفردها كايمه بتنظيم بطوله العالم، مع ان 2019 2023 و25 هينظمها دولتين وثلاث دول، يعني فده شيء طبعا شرف لينا، وكل مصر يحسب له. وسط الظروف ديت طبعا كمان هيبقى اصعب كده.